قامت السلطة في السقيفة على أساس حب السلطان والحكومة، لا التقوى والعلم. وقامت سلطة معاوية على أساس العرق والقبيلة، لا الدين والكفاءة. وقامت سلطة يزيد على أساس القرابة والوراثة، لا الشورى والإيمان. ومع سلطة يزيد عادت الجاهلية الأولى بأشد بعداً عن القيم وأكثر ظلمة. ولولا ثورة الحسين عليه السلام، ولولا دمه الزكي، لربما استمر حكم الجاهلية إلى قيام يوم الدين. حذف بنو أمية من الدين أصولاً ثلاث: العدالة والشورى والأخلاق، واستبدلوها بالطغيان والاستبداد وسوء العمل. ولولا نهضة الحسين لأخذت هذه مكان تلك، وتشرعن الظلم والاستبداد والفسوق والفجور في دين الإسلام.